اللهم بارك وزيد في ذلك وسنا 400 درجة. شوف شحال من درجة 400. مازال الهود راك تهود تفوز. انا 400 درجة غتهود وغدور وغتعاود الدور وغتمشي ليه وغتهود وغتضرب عاوتاني الجبل. اشنا هو عظيمة بصحة جيدة. مرحبا بكم في فلوق جديد وفلوق جديد ان شاء الله. اليوم الخوت ديالنا واحد المصيد مصيد هذا هو واحد المصيد صراحة صعيب بزاف الخوت. وغادي نغطسو فيه ان شاء الله. راه جيت غطس فيه شي يومين دابا خسرت لي الكاميرا الخوت ديال الله ديتها دابا صورنا عاود بنت نصور وما باش تصور لي الكاميرا ضربنا حويتها ضربنا الشده وما صورتش لي الكاميرا. المهم الخوت دابا راه خدمات لي ان شاء الله راه غادي نعاود نسجل لكم داكشي. راه ما نكونش غابو حتى يكون معايا واحد الدراري. راه سبقنا وقع له واش هو هود ولا مازال باقي في الطريق. المهم مصيد هو هذا الخوت مصيد تمرق 400 درجة. شوف شحال من درجة 400. مازال الهود راه كتهود تفوز. انا 400 درجة غتهود وغدور وغتعاود الدور وغتمشي ليه وغتهود وغتضرب عاوتاني الجبل. اشنا هو الجبل عاوتاني كتضرب تمارة اخرى ديال الجبل عاوتاني. واو هذا هو المصيد الحيد البالغ. المنارة الخوت هذيك كيعلمو بها بالليل. هذي شتو كيعلمو بها على سبب البابار وداك الشيء كتشعل واحد البولة بالليل تلمى الفوق. الصعيبة الخوت هي الطلعة. راك الطلعة وليدي 400 درجة كطلع معاها مازال الهودة كتهود مخفف. بالصعيبة الغطيسة ماشي بحال اللي كسبق. الغطيسة راه كتهز تقل 8 كيلو ديال البلون باش غنعود بها انا دابا. هما الفيزي فينا هو البلون فينا هو شوف 8 كيلو اللي غنعود بها اللي غنطلع بها. مازال الهود راه العود ساهلة طالعة لي. واحسن حاجة لقينا الضوايا الخوت بحر ضاوي كبير مزيان ضاوي وطيح شوية من مرغوش شوية باش خارجة صعيبة. ديك النهار الدري كان شرقات لي الكومبي الدري راه ناضي الخوت راه غيضرب لي الحوت ضروري غنجبدو شي حصيلة. وانا جبت معايا الغانجو والفيزي قلب على زيز اللي لقيتها غادي نضربها ان شاء الله. على مولانا الخوت كنشكركم الخوت على الكومنتات الزوينين ديالكم. تحياتي لكم من القلب ويلاه نبداو المغامرة ديالنا الخوت. بقى تابعنا على هذا خوت. دابا حنا غادي مهودين نبداو نتوغلو دابا. انا الصبارة الله يبارك. الجبل فينا وقع الفوق دير الله الله يسلم ولا تعرف اش يخرج لك من هنا شي اللي فعال اللي كان تالف ها غادي صافي بلوم راه درناه هنا في الخزان باش يخفف علينا شويه. ديروا احسن ما تبقى الزفطه راك ولا الزفية داك الكرف. وعلى مولانا واخا كتبيا الصفاوة شوية قليلة الخوت ماشي بحال والبارح كنا جينا. ونعاودو على مولانا ونشوف خوت. دابا راه عودنا للمصيد حتى كنتفاجئو بالصفاوة ما كايناش والو. الصفاوة منعدمة. شوف البحر من الفوق كيبان صافي شويه من عودنا لتحت كيبان لك احمر. واش غنديروا غنتوكلوا على الله غنلبسوا المعدات غنتلاحوا من هنا وغادي نمشي لواحد الدوار اللي هي يقدر يكون فيها البحر شويه. المعدات الخوت كاميرا راه درتها هنا هي هنا هي شوف هي صايبت باش ما تبرزطنيش. واخا بدات كتحماق هي دابا كتصورها بوحدها شوف نسيتها ما والو شوف بوحدها الله يصاوبو صافي خاصني نبدل على مولانا الله يسرى البس هو البحر كي داير. يلاه نتلاحو للمدار نتلاحو نبقاو غاديين
واحد جا هنا دور بحال شتو كيدير، ها كاينه صفاوات صارا خوت. دابا غندخلو على مولانا، لبسنا اللبيسة هانا، قيصرات كلشي ناضي هانا، وخا صفاوة قليلة غنتوكلو على الله وصافي. حنا كيف ما كتشوفوا الاخوان توكلنا على الله، ولكن الصفاوة راه زايرة وما كايناش الخوت. الله يلا تبقى في الحال الخوت ضرب لي ديك التمارة، ولكن المهم غادي نترينو شو الخوت. هودنا هودنا قلنا اللهم انت لا حول ما توكلوا على الله، نتلاقاو مع شي روطار ولا شي حاجة، ولكن الصفاوة راه ما كايناش. الروطار في هاد اللقطة هذا كيقول لنا سيروا بحال هادكم، واش كاين شي واحد كيغطس في هاد المادة؟ خاصك تتقرب الخوت للحق. كيف ما كتشوفوا الخوت تا كتقرب بشي حاجه اللي كيبدا يبان لك واحد شويه، كيف ما كتشوفوا صفاوة راه والو من عادي ما الخوت. بدلنا هنا المصيد الخوت، مشينا واحد المصيد اخر لقينا فيه الخوت هاد العصبه بزاف الخوت، يعني لقيتها دابا ديالها خصها تكون حيدات، ومازال كيف ما كتشوفوا تبارك الله راه كثيره هاد العصبه الخوت هادي، راه كتسد الغيران ديال الروطال وكتخبى فيها حتى الحوت، يعني المساكن ديال زايز وداكشي ديال يعني المساكن الخوت ما بقاش تلقاهم، مساكن ديال الروطار كتسد كيتخبى بهم تزايز هذا الخوت كثيرة تبارك الله. هاد العصبة هذا الخوت باقا دابا ما دابا هاد الوقيتة كتكون صافي كتخرج كدا تموت كدا تلاح على برا، ومازال كيف ما كتشوفو هنا باقا تبارك الله كثيرة. هنا شوية صفاوة ضربنا تقريبا شي نص كيلومتر الخوت اللي ضربنا باش وصلنا لهاد البلاصة هادي، والحوت راه ما كيبانش والو. كما كتشوفوا الاخوان حاولت نهود الغيران هذا ولكن راه ما كاين والو الخوت، غطس اللي في هذا الخوت غطسنا هنايا كان الحوت تبارك الله. ودور بحال الخوت برا كاين برا ما كاينش، المهم غادي نترينو الخوت شويه وصافي. الربيع تبارك الله كثير الخوت فما كتمشي سبحان الله الخوت. ترى الشجر الشجر ديال ديك العصبة الشجر ما كنبغيش نهود الخوت تحت منها، حيت ريسك الخوت تقدر تخشف شي غار ولا شي حاجة ما تبقاش تعرف من تطلع تسد عليك هذيك الربيعة. ديما الغطيس الخوت كيبغي شوية حذر. هنا جيت عاوتاني المصيد، هنا خوت جيت واحد المصيد آخر كانوا فيه صحاب الفليك ديال الربيعة وديك الشي، تا هو ما فيه والو. كنت غنضرب هاد عهوة هادي الله إلا كنت غنضرب هاد الخوت، ما كاين حوت ما كاين حوت كنت نضرب هاد عهوة. عهوة كتسحب لي غنضربها، عرفتي الدار ما كتسليش فيا أصاحبي، أنا ماشي ضربها. الخوت الصفار ولا كيداس والو، بارك هو أنت الخامسي. لا فلاش شتو
هاد الغابة بنت شيري وين يا خوت عييت ارجع ان شاء الله غادي نروح غير شي حاجة. هما الخوت جربنا حداد الفليك هادو هو ودنا كيفما كتشوفو والو الصفاوة يعني ما كايناش. ملي كتكون الصفاوة الخوت راه كتمتع يعني الحوت كيبان ليه كلشي كيبان. شوف 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 تبارك الله شحال ديال عصبة شوف تا هنا حدا الفليك كاين تقريبا شحال ضربنا ديال الطريق ومازال الخوت هاد العصبة هادي باقا كثيرة كيفما كتشوفوها كثيرة بزاف الخوت. انا حاولت نهود هاد الغار الخوت هذا لكن ما كنزعمش الخوت حيت باقي يلاه بهادي صعيب تدخل الغيران وداكشي خص ضروري يكون معاك شي واحد حيت يقدر كان الفوندو بزاف وداكشي يقدر يستهلك الاكسجين في ديك اللحظه. انا كنحاول الخوت ممكن نحاول نتفادى داكشي اللي صعيب الخوت وصافي. ممكن تشوف راه نهود واحد الغار هنايا ولكن راه ما فيه والو الخوت شتي ديك الدخلة هاديك هاديك راه يقدر يدخلك فيها لبحر الخوت. الله ما عمرك تغامر الخوت اللي تخليك خليها لازم تا يكون مع شي واحد ولا صغيران صعاب الخوت في الصيد ديالو. دابا راه خرجنا من البحر صراحة الصفاوة ما كايناش والو راه بلا تمارين المهم ترينينا وصافي دخلنا كيفما يبان لكم تحت الماء ما كيبان والو. دابا راه العشية دابا واحد منظر من هنا كيدير يا سلام. انا يلاه خرجنا بس نحوج ديولنا دابا بارك ليا وليدي الطلعة شو 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 دابا وليدي هذا وبقى طلع حتى الفوق طلع حتى هذيك المنارة وغنضرب 400 درجة كاينة تمارة الخوت. المهم نخليكم واحد الحصيلة الخوت ضربنا في والبارح كنا جينا هنا وكانت صفاوة ضربنا تبارك الله واحد زويزات واحد المهم حويت نخلي لكم ديك الحصيلة وشوفوها انا الحصيلة اللهم بارك تبارك الله انا الديب شو تبارك الله الديب تبارك الله اللهم بارك الشرقة اللهم بارك وزيد في ديالك وسنق الحصيلة ديال راي السوق تبارك الله حق اخطبوط واو الاخطبوط فينا هو تبارك الله اخطبوط باقي حي مسيكي شو 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 تبارك الله والشرف هنا هو كل شيء على هذا وسنة كحل شو 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 الفار شو هذا هو الديب تشوف فمو كي دايره صاحبي فرقعو من ضربو من فمو ما تكيلش تشوف هاد البلان شو شو هذا طلع تيالي بحالو بقاش فوق هو ها بقاش بطلع عليا صاحبي تمام هيا بقاش بطلع سبحان الله مبدل الله ديك اللعيبه كيديروا ليه بحال هكا توقفوا وبقاش تهود هاي قال لي هذا كتمسون هذا كتهود يا راه تفرج حتى اذا شفت السلختي هذا راه عامر الحمد تبارك الله الفيزي ديال الرئيس هنا هو الفيزي او ما يرق اللهم بارك شتو خاصني شي واحد بحال هذا شتو مغلف في الكربون الصندوق فيه جوج مدوب صندوق جوج باش كتمشي الضربه مجهده لك تدير لي واحد بحال هذيك اللي عندي ما تشيش مجهده هذا جوج هذا كتمشي ناضي الضربه ها هو التيل هنا هو التيل ضروري جدا ضروري التيل اهم حاجه هو التيل والسكين تا هو ضروري عطيني مابقاش عندك هذا شد فيك زي الصغير هو يكرفصك ميتين مرض الله نصير في الفيل مو بينه تا هو شتو جرار هذا ديال الفوندو في زيف واحد مصايب حتى هو في هنا هذا زيز باقي حي تبارك الله حصيلة اللهم بارك شي ما تسجلشكم ما بغيناش نسجلكم في الماتش تاع المكتب سبحان الله غادي طالعين تمارة في الطلعة شو 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 توضرنا لا توضرنا الطلعة باقا الفوق يلا وصلنا هنا باقي لنا 400 درجة
مشكلة طالعين بالبلون شو؟ احنا غاديين الله على مولانا كرفيس الله يلا كرفيس لا ضوايا لا طالع زينة اوه كرفسة يا سلام واه على منظر كذي هاي المنارة القديمة شتا جيك تسيني واحد البايل هنا تعلم دوك الباب الرام بان راه كاين البر هنا شش 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 حتى مار شش شش الدروج بقا نطلعو من هنا مشكلة الزلمة على الثقل الله اكبر كاين هادي الله اكبر الاصفا والو بحال من الفوق كذاب شفناه بحال كمية وضاوي ضاوي حداه بخلوط سبحان الله